معلول أنباء عن أنه هيتم تجديد عقده بعد الإصابة، تقديرا لمسيرته، وكمان يعني بسبب الظرف اللي حاصل دلوقتي. أنا بسألك هنا كمدير تعاقدات وكأهلاوي في نفس الوقت، إزاي بيتم مناقشة ملف في الظرف ده؟ أنتوا جهة ولاعب مهم جدا بالنسبة للجهة دي بيتفاوضان، في شوية حاجات معطلة الاتفاقات ما بين الطلب والمعروض، بعدها جت إصابة، بعدها اتسهلت جدا الأمور بسبب الإصابة دي، تبدأ تحسب الموضوع إزاي؟ هو طبعا يعني اول حاجه طبعا اصابه رزله، هو الاصابه دي جات لي جات لك اكيلس؟ اكيلس جات لي وقعدت قعدت قد ايه؟ 5 سنين. لا الحمد لله، هقول ربنا كان بيحبني وكان موضوع مؤسف. يعني كانت جات لي قبل المجزره باسبوع، قبل بورسعيد. مجزره بورسعيد، كنا احنا بنلعب، كنت انا بلعب في نادي الاتحاد وبنلعب المصري بورسعيد. والحاجه اللي انا قلتها الماتش مره اللي قبل ماتش اللي قبل المصري قبل والاهلي قبل الماتش باسبوع. الاهلي والمصري ب5 ايام. تمام. وحاجه برضو عاوز اقولها، الحاجه دي انا قلتها في وقتها مش عارف كان مع مين كده، كنت لسه عامل عمليه. اللي حصل في موضوع الاهلي والمصري ده كان حاصل معانا احنا كاتحاد، مع ان الناس ما صدقتش الكلام، اللي النادي الاتحاد والمصري ما فيش حاجه بينهم وبين بعض مظبوط. على طول. لا احنا في المباراه ديت رحنا قبل المباراه بنص ساعه، ما عرفناش نطلع من الاوتيل، حاجات غريبه كانت بتحصل، والاتوبيس بتاعنا اتكسر كله قبل ما ندخل، والجمهور كان في حاجه مش طبيعيه. بس احنا كان الجمهور بتاعنا كان جاي بعدد اتوبيسات كتير، كان ساعتها الاستاذ عفت السادات هو رئيس النادي، ما خلهمش يدخلوا من بورسعيد من بره ورجعهم تاني. لما لقى الأجواء مشحونة. لا اجواء مش طبيعيه، يعني ايه اللي بين الاتحاد والمصري كده؟ كان في حاجه غلط عشان الناس ربطت اللي ده الاهلي والمصري. لا الموضوع ده كان حاصل هيحصل قبلها ب5 ايام، لو كان جمهورنا هو اللي جه كان في حاجه هتحصل. المباراه ديت للاسف كان اليوم كله اصلا مش طبيعي، كان تمام. مكيده هو اللي ماسكنا. اول كره ليا في المباراه الحكم صفر، انا اللي بدات السنتره وبجري بين 2 مساكين، حد خبطني على كعب رجلي. طبعا ما حدش خبطني، طبعا كان ايمن سعيد اللي بيجري ورايا ايمن سعيد اللي كان بياخد ديفندر الطرد كل على 3 طول اللي ثواني. هو بتاع ايمن. بنبعت له السلام لو سمعنا كابتن فانا ايمن. ايمن انا وقعت، فانا بصيت له يعني قلت له حاسب الله انا حسبنت. حاسب الله ونعم الوكيل، انت بطلتني كوره. يا اول ما اتخبطت. اول ما وقعت انا مش عارف ايه اللي حصل، انا بجري وقعت ما وحاجه، انت ما هي دي الوتر اللي بيسند الجسم، ده يعني اقوى تحس وتر ان في الجسم اصلا، يعني فتحس ان قطعه مع اللاعب قطع بيسقط كده. قطع. مظبوط. فانا قمت، فانا محمد فتحي جاله وجلبرته، وكان قبلها الكابتن محمد فتحي، فما كانوا بيحكوا قدامي كانوا يقول لك مثلا تيجي تعمل وش رجلك كده، ما فيش اي حاجه. فانا قعدت كده ماشي على الارض لحد كان الكابتن طلعت يوسف هو اللي ماسك، فانا واقف قاعد كده، فبعمل وش رجلي كده للدكتور شغال عادي، فقال لي قوم قوم اقف وامشي، لسه باخد اول خطوه قمت على وشي تاني. فامير عبد الحميد كان ساعتها قاعد بره، كان الشناوي اللي جون، لقيته جاي بيعيط، فلقيته هو دمع كده امير، فانا دمع وانا ما دمعتش، فانا قلت، قال لي بص قول الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. فالمهم خدوني دخلت اوضه اللبس، احط صبعي ورا كعبي مش لاقي حاجه، ما هو الوتر بقى اتقطع، فالوتر ده بيقوم فراغ. لا ويطلع على طول في السمانه عندك كده، وكل دي فضيت بقى. فطبعا تاني يوم بصراحه بتاع الدكتور احمد عبد العزيز، وانا يا ريت يكون علي عملها، انا ما لا قالوش الاسم عملها معه، ما كتبوش اسمه بس دكتور تاني، يعني مش عارف الاهلي ما اعلنش، بس هو اقوى اسمه دكتور ناصر، اقوى دكتور كبير برضو دكتور احمد عبد العزيز، جدا طبعا. اقوى دكتور، اقوى تكنيك عمله. يعني احمد فتحي فتح رجله كلها للاخر، انا عمل تكنيك جديد كده كان اسمه تدبيس، كان الكابتن فتحي محمد فتحي عمله حارس الاسماعيلي. ايوه. فانا عشان ما نبعدش كتير، يعني انا عاوز اقول لك هي اصابه رزله، واصابه رزله كمان اللي عالي عدى ال 30. انا هنتكلم بقى مدير تعاقدات، تعاقدات هي طبعا الموضوع ده تكليف. النادي الاهلي، والنادي الاهلي عمره ما بي ما حد بيبقى له رصيد او حد بيبقى له تاريخ وبيخزله، وكان في تفاوض قبل النهائي، وفعلا زي ما انت بتقول هم واقفين على حاجات بسيطه. طبعا الموضوع دلوقتي كلاعب هيقبل باي حاجه للنادي هيقول عليها، بس النادي الاهلي برده مش هيستغل الموقف اللي زي ده، هيبقى وجهات نظر هتقرب لبعض، لكن في الاخر اللي النادي الاهلي ده مش جديد على النادي الاهلي اللي هو يعمل حاجه زي كده، واي نادي لقطة يبقى شيك جدا، طبعا. يعني تخرج من نادي كبير. وانت بتتكلم اللي راجل العمليه زي ديت وعلى ما يرجع تاني، وانا بقول لك مهما حصل مهما قوى مش هيرجع علي معلول بتاع زمان. ليه؟
حاجه بتاعت مهما ربنا. كانت قوته وكونه رياضي محافظ الوحيد ملتزم اللي منضبط. رجع، الوحيد اللي رجع يا هاني 100% احمد فتحي. جات له الاصابه ورجع مزبوط. ربنا بس كانت في مرحله عمريه بدري مبكره هي عن كده. هي المشكله فيها اول حاجه شكل السمانه. انت لو انت اي حد عامل اكيلس ومديك ظهره وواقف لابس تفهم. شورت، انت هتعرف اللي ده عنده اكيلس. انه في يوم من الايام كان عنده اكيلس. ايوه على طول. اللي في معمول العمليه قد كده والطبيعيه قد كده. بس سبحان الله الزغاره، الحجم الصغير ده هو واخد نفس قوه الحجم الكبير. هو اهم حاجه في العمليه ديت المفصل يرجع لمرونته الطبيعيه. تمام. وقوة السمانة بتاعت رجلك التأهيل بقى القوة نفسها مزبوط. تبقى نفس قوة رجلك أيوة. السليمة. أيوة. يعني أنا بعد ما عملت العملية الدكتور أحمد أنا طالع قال لي بص لا قدر الله لا قدر الله لو حاجة اتقطعت تاني اللي هيتقطع رجلك السليمة لكن ده مش هيتقطع. فأنا بقول لك ديت حاجة مش جديدة على النادي الأهلي اللي هو يعمل حاجة زي كده وإن شاء الله يرجع في أسرع وقت إن شاء الله.